مرحبا بكم في قبة الثريا في كتارا يا صغار، وسنتحدث عن النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية الذي يتكون من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام، بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى. والنظام الشمسي يا جدي يتكون من الشمس والكواكب فقط؟ بالطبع لا يا مجهول، يشمل النظام الشمسي أجراماً أخرى أصغر حجماً، وهي الكواكب القزمة والكويكبات والنيازك والمذنبات. وهناك أيضاً توابع الكواكب التي تسمى الأقمار، والتي يبلغ عددها أكثر من 150 قمراً معروفاً في النظام الشمسي. وبالطبع الأرض هي الأكبر حجماً في النظام الشمسي يا جدي. لا يا خلاص، إن أكبر جرم في النظام الشمسي وأهم هذه الأجرام هو الشمس، النجم الذي يقع في مركز النظام ويربطه بجاذبيته. وهل هناك أحد صعد إلى الفضاء يا جدي؟ بالطبع يا طمور، فقد تمت أول محاولة للصعود إلى الفضاء في عام 1961، وكان أول شخص يصعد إلى الفضاء هو يوري جاجارين، ولكن رائد الفضاء نيل أرمسترونغ كان هو أول شخص هبط على القمر في عام 1969. هل رائد الفضاء تمور جاهز للرحلة؟ أنا جاهز للانطلاق. اسمع يا تمور، يجب أن تعلم أن المهمة صعبة للغاية، فنحن في حاجة ماسة للبيانات الخاصة بكوكب المريخ. نحن نريد عينات من الصخور هناك لنتأكد أنه كوكب صالح للعيش. لا تقلق يا جدي، أنا أفهم كل هذا وسأنجح في هذه المهمة. مملكة التمور فخورة بك يا تمور، كن حذراً. حسناً يا جدي، أنا جاهز الآن، هل تسمعني؟ أسمعك جيداً يا تمور. محرك الصاروخ جاهز؟ جاهز يا تمور. منصة الإطلاق جاهزة؟ المنصة جاهزة. ابدأ العد التنازلي للانطلاق. 3، 2، 1، انطلاق. هل تسمعني يا جدي؟ أسمعك جيداً يا تمور. لقد حصلت على عينات الصخور يا جدي. أحسنت يا تمور، قم بتخزين العينات في مركبتك الفضائية واحفظها جيداً. علم يا جدي. تمور هل تسمعني؟ أسمعك يا جدي. وردتنا إشارة من فريق البحث بوكالة فضاء مملكة التمور تشير إلى اقتراب نيزك من كوكب الأرض يا تمور. الوضع خطير جداً. ماذا؟ نيزك؟ النيزك حجمه كبير جداً، وهو يقترب بسرعة كبيرة نحو الأرض. لابد أن نبعد النيزك عن مساره قبل أن يدخل الغلاف الجوي لكوكبنا. ابحث عن أقرب مكان يمكن أن يتم فيه إبعاد النيزك بالشحنة الكهرومغناطيسية، واحسب مسافة هذا المكان بالنسبة لمركبة تمور الفضائية على المريخ. هل تفكر في أن يقوم تمور بهذه المهمة؟ ليس أمامنا حل آخر يا خلاص، الوقت يداهمنا. أنا أنتظر التحديثات يا جدي. سرعة النيزك كبيرة يا تمور، ويجب أن يتم إبعاده قبل دخوله الغلاف الجوي للأرض. أبلغني بتفاصيل المهمة وأنا جاهز يا جدي. من حسن الحظ أننا قمنا بتزويد المركبة بشحنة كهرومغناطيسية للحالات الطارئة. مهمتك أن تنطلق بأقصى سرعة خلف النيزك وتوجه الشحنة نحوه لتصيبه قبل بلوغه الغلاف الجوي. علم يا جدي. النيزك غير مساره وابتعد عن الأرض يا جدي، لقد نجح تمور في فعلها. كنت واثقاً من أنه سيفعلها. أحسنت يا تمور. جدي، هناك مشكلة كبيرة. ما الذي حدث يا مجهول؟ وقود مركبة تمور على وشك النفاد. ماذا؟ وما العمل الآن؟
هناك حل واحد يا جدي، أن يدخل تمور الغلاف الجوي للأرض ثم يقفز من المركبة، وبعد سقوطه سقوطاً حراً لأحد عشر كيلومتراً يستخدم مظلته ليصل إلى الأرض بسلام. أوصلني به بسرعة. القيادة، أنا أواجه صعوبة في التحكم. ليس أمامك سوى الدخول إلى الغلاف الجوي ثم القفز من المركبة، تسقط حراً أولاً ثم تستخدم المظلة. ما المسافة التي سأقطعها لأستخدم المظلة؟ 11 كيلومتراً يا تمور. علم يا جدي. ها هو تمور، لقد وصل البطل. أهلاً بعودتك أيها البطل، كنت واثقاً أنك ستكمل مهمتك على أكمل وجه. أنا لا أصدق أنني عدت يا جدي. الأمر برغم خطورته كان ممتعاً للغاية. تمور، تمور. ها؟ ماذا؟ أين أنا؟ ما الذي حدث؟ أنت في قبة الثريا في كتارا يا تمور، ونحن كنا نشاهد فيلماً مصوراً عن الفضاء. هل أنت متعب؟ لا 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 يا جدي، أنا بخير، ولكن يبدو أنني كنت أحلم. وبما حلمت يا تمور؟ حلمت أنني رائد فضاء يا جدي، وقمت بإنقاذ كوكب الأرض أيضاً. أنا حقاً أتمنى أن يحدث هذا في المستقبل. هل من الممكن أن أحقق هذا الحلم؟ بالطبع يمكن يا تمور، لا يوجد أبداً شيء مستحيل، وما دمت تتمنى هذا فاعمل على تحقيقه. وماذا أفعل حتى أحقق هذا يا جدي؟ عليك بالاجتهاد والصبر على المواصلة في طريق العلم، ولا تستهن أبداً بالأحلام، فلولا الأحلام لفقد الإنسان مغزى حياته، والأحلام هي التي تلهمنا وتضعنا على بداية الطريق، فالحلم أول الحقيقة.